في ناس كتير بتطلع على الشاشات وتردد يعني كلام ممكن يصيب الناس شوية بالإحباط، زي ان المصريين مصابين بالاكتئاب. وده كلام غير علمي وغير صحيح. ليه؟ ممكن يكون المصريين او كتير من المجتمعات اللي بتبني نفسها مصابين بحاجة اسمها الديسفوريا. مش الدبريشن. ترجمة بقى دكتور يعني. الفرق ما بين الدبريشن والديسفوريا ان الدبريشن ده مرض اضطراب معلوم الاعراض، ولكن كتير جدا من الناس ممكن يكون عنده كتير جدا من احتياجاته اللي تم تلبيتها الا انه مش حاسس بيها. وهنا ده بيحتاج لخطه علاجيه وفقا لانه مريض اكتئاب. اما اللي عنده ديسفوريا يعني اعتلال مزاجي، واللي هو بيقول عليها الابس اند داونز او يعني التقلب المزاجي. التقلب المزاجي ده غير الاعتلال. الاعتلال ان انا ببقى معتل مزاجيا لسبب معين، بزوال هذا السبب يتحسن المزاج. يعني انا جاي في الطريق والطريق زحمه جدا، ببقى معتل مزاجيا. لو الطريق كويس وسهل وبسيط بلاقي نفسي احسن. وصلت فمش لاقي مكان مثلا اركن فيه، ببقى معتل مزاجيا. رحت مصلحه حكوميه لقيتها زحمه قوي ومش عارف ان انا اخلص اوراقي، ببقى معتل مزاجيا. اذا الاعتلال المزاجي مشروط بمواقف معينه مرتبط بيها، اذا ما زالت هذه المواقف زال الاعتلال. فلما نلاقي الناس او نعمل تقرير معاهم في الشارع ويكونوا مثلا متضايقين من زحمه، من مصالح حكوميه مش قادر يخلص ده ما يتقالش عليه مكتئب. لا ما ينفعش. نسبه كبيره من المكتئبين بيبقى خطه علاجهم مبنيه على انه يعرف هو ليه جاله اكتئاب. في كل الاضطرابات النفسيه والسلوكيه هو الاستعداد فقط. ودي نقطه مهمه جدا. لان كتير تيجي واحده تقول لك يا دكتور انا متقدم لي حد بابا مريض بالاكتئاب، او مامته مريضه بالوسواس، او بابا كان بيتعالج من كذا. نقول لها من فضلك ان ما يورث هو الاستعداد فقط، واي اضطراب بيصيب اي حد في اي مرحله من عمره بيكون راجع لسبب من ثلاثه او للاسباب الثلاثه مجتمعين. الاول جينيتك فاكتور اللي هو العامل الوراثي، وقلنا ده يورث الاستعداد فقط. والثاني هي الانفايرمنت، انا ربيت ابني ازاي. لان في ناس عندها الاستعداد الوراثي وما طلعتش بنفس الاضطراب لانها اتربت بطريقه صح.